الفيلم كيبدا مع واحد البنت اللي سميتها تارا واللي جالسه في الدار بوحدها وكانت كتشاطي مع صاحبتها امبر وكان التليفون ديال الدار كيصوني وما بغاتش في الاول ترد ولكن من بعد ملي ردات لقات واحد الراجل اللي سولها على ماماها وتسحب لها واش هذا الصديق ديال ماماها من بعد شد معها الهضره وسولها على الفيلم ديال الرعب اللي كيعجبها وملي قالت ليه السميه قال ليها حتى هو على السميه ديال الفيلم ديال الرعب اللي كيعجبو وقال ليها بلي الفيلم اللي كيعجبو كيبدا مع واحد البنت صغيره اللي جالسه بوحدها في الدار واتصل بها واحد الراجل البراني في التليفون وبقاو شادين الهضره مع بعضياتهم من بعد قتلها وملي عيط عليها بسميتها تخلعات وقفلات التليفون وكانت خايفه بزاف ومصدومه حيت هي ما قالتش لي على سميتها وخرجت التليفون ديالها وخدمات البرنامج الاوتوماتيكي باش تشد البيبان وصيفطت الامبر صاحبتها باللي داك اللي كان كيهضر معها ماشي الصديق ديال ماماها هذا واحد الحمق واحد شويه التليفون ديال الدار صون عاوتاني وجاها واحد الميساج من امبر بلي ضروري خصها هي ترد على التليفون ولا صاحبتها غتموت وخافت على صاحبتها ومشات جاوبات في التليفون وقال لي هذاك الراجل الا ما بغاش صاحبتها امبر خصها تلعب معاه واحد اللعبه وقال ليها بلي غيسولها غير واحد ثلاثه الاسئله ولا غلطت باي سؤال او اتصلت بالبوليس غيقتل صاحبتها وقدرت تجاوب واحد جوج الاسئله صحيحين والثالث جاوبات عليه خطا وقال لي هذاك القاتل انا دابا غنقتل صاحبتك وملي سمعت تارا هادشي خدات واحد الموس من الكوزينه ومشات باش تعتق صاحبتها وملي حلت الباب لقاتو واقف قدامها وداير واحد الماسك في وجهه وجرحها في كرشها ودفعته على برا وشدت الباب وخدات التليفون ديالها باش تسد البيبان اوتوماتيكمون ولقات داك البرنامج بحال تخربق ولكن واحد شويه قدر يسد البيبان كامل واحد شويه هو يتصل بها داك القاتل قال ليها انا دخلت دابا للدار قبل ما تشدي البيبان واحد شويه هو يبان موراها وبغى يضربها بالموس وحاولت تدافع على راسها ولكن هو هرس لها يديها وخشى فيها الموس بزاف ديال المرات وهنايا كنشوفوا الاختها ديال تارا اللي سميتها سان خدامه في واحد المدينه اخرى وهي كتعيش بعيد على الاسره ديالها شمع حبيبها ريتش في واحد المدينه اخرى واحد شويه واجهها واحد الاتصال اللي علموها بلي اختها تعرضت لواحد الهجوم وحالتها خطيره وهنا قررت باش تمشي لعندها وهنا ياسيم وريتشي رجع للمدينه وعاودت ليه بلي واحد الحادثه وقعت في المدينه ديالهم هذه 25 عام بلي كاين واحد القاتل سميتو بيني لوميس واحد اخر حتى هو معاه قتلوا صحابهم كاملين بقات غير واحد البنت اللي سميتها سيدني وقالت ليه كل 10 سنين كيخرج واحد القاتل كيبقى يقتل في صحابه وهادشي كله على قبل الشهره باش يتشهر وهنايا كنشوفوا ويس الصديق ديال تارا اللي كان كيهضر مع امبر والاصدقاء الاخرين وكانوا كيهضروا على داك الحادثه اللي وقعت لتارا وباللي خصهم يحضيو راسهم من هاد القاتل المجنون وويس ماماه اكبر شرطي المدينه حت شويه هو يقول لهم ويس انا غنمشي عند تارا للسبيطار باش نشوفها شكون اللي غيمشي معايا ومشات معاه امبر وتشاد وخصو مندي وصاحبتهم ليفا بغاش تمشي معاهم قلت لي ما انا غنتسناكم هنا وملي وصلت سام للسبيطار اللي فيه اختها لقات صحابها معاها تما وسلمت على اختها وسلمت على الاخرين من بعد خرج كاملين من تما باش يهضروا بجوج بهم وبقات تارا كتبكي بزاف وقالت لاختها بلي هي خايفه بزاف ودوك الاصدقاء كانوا كيهضروا مع بعضياتهم واحد شويه هو يجي عندهم واحد الشاب كان كيعصب فيهم وعلين يضربوا تما ولكن المديره ديال تما جرات عليهم كاملين وملي خرج داك الشاب اللي كان كيعصبهم جا داك القاتل قتلو وسام جاها الجوع ومشات للمطعم ديال السبيطار باش تشوف شي حاجه تاكلها واحد شويه هي تصل بها امبر في التليفون وملي ردات لقات القاتل هو اللي كيهضر معاها وقال ليها بلي هو هجم على اختها باش هي ترجع لها المدينه ويقتلها حتى هي وغوتت عليه سام قالت ليه الا سميتك راجل اجي عندي انا هنايا دابا واحد شويه هو يخرج لها داك القاتل على الغفله حداها تما وهجم عليها بالموس ولكن هي دفعت على راسها وقدرت تهرب منه وتلاقات واحد البوليسي في الكولوار وملي مشى للمطعم لقى داك القاتل هرب من بعد ديك البوليسيه ماما تلويس مشات للسبيطار وبقات كتحقق معاهم على داك الهجوم اللي وقع لسام وسولات امبر حيت القاتل اتصل من التليفون ديالها وهذه المره الثانيه وسولات حتى ريتشي اللي ما كان في وقت الهجوم ولكن البوليسيه ما قدرت توصل حتى شي حاجه وقررت سام باش تهضر مع اختها تارا بوحدهم وعودت لها ملي كانت صغيره مشات قرات المذكرات ديال ماماها وعرفت بلي ماماها كانت حامله بها من واحد الشخص اخر من غير باباها وديك الساعه سام ما قدرتش تسكت مشات واجهت ماماها وعودت لها داكشي اللي قرات في المذكرات ديالها وعرفت بلي باباها الحقيقي هو بيلي لوميس القاتل وملي عرفت هادشي كامل مشات سكنات بوحدها وتارا تصدمات من هادشي اللي سمعت وجرات عليها من البيت والغد ليه مشات سامو داكشي لعند واحد البوليسي متقاعد اللي سميتو ديوي وحين تفايت له وجه بحال هاد القتاله اللي كيديروا الماسك قبل هادشي وهو اللي اعتق سيدني من ديك الحادثه اللي وقعت شحال هادي وطلبوا منه باش يعاونهم حين تعاودت ليه سام كاع داكشي اللي وقع وباغي نعرفوا داك القاتل شكون هو وقال ليها بلي القاتل غيكون واحد من داك الاصدقاء ديال اختها وبلي اختها اول ضحيه ولكن ما قتلهاش وقال لهم هذا جهدي عليكم ما عندي باش ننصحكم مازال ولا باش نعاونكم من بعد جرى عليهم من الدار وسد الباب من بعد اتصل ديوي بديك البنت سيدني اللي تعتقات من ديك الحادثه اللي وقعت شحال هذه 25 عام اللي قال ليها بلا ما ترجع للمدينه
حين تبان عاوتاني واحد القاتل اللي داير الماسك، وصيفت واحد الميساج للمذيع عجيل، وتا هي قال ليها بلا ما ترجع لهاد المدينه حيت بان واحد القاتل جديد. وملي فكر مزيان قرر باش يعاون سامو اختها باش يحلوا هاد القضيه ويعرف شكون هو القاتل. من بعد مشى عند سامو ريتشي وقال لهم باللي وافق باش يعاونهم. من بعد مشاو كاملين وجمعوا الاصدقاء ديال تارا باش يكتشفوا شكون هو القاتل. اعترفت لهم سام باللي هي بنت بيلي لوماس، هو باباها وهو القاتل. وهنا يا ماندي اخت شاد قالت لهم باللي القاتل باغي يكمل داكشي اللي بداه شحال هادي، وباللي بنت القاتل هي اللي غتكمل هادشي. وهاد الهضره وجهتها لسام وباللي هي القاتله، وبقى كلشي كيشوف فيها بحال لا تيقوها. وهنايا تعصبات سام وخرجت بحالها وخلاتهم. وكنشوفوا البوليسيه مشات تسخر، ولدها ويس مشى يدوش وخلى التليفون بعيد عليه. وملي كانت ماما تويس في الطريق جاها واحد الاتصال من القاتل اللي هددها بلي هو غيمشي يقتل ولدها اللي كاين في الدار دابا بوحدو، وتخلعات بزاف على ولدها ومشات دغيا كتصل به. ولكن هو ما سمعش الصوني ديال التليفون. وملي وصلت للدار دغيا لقات داك القاتل حداها وقتلها. وملي خرج ويس حتى هو من الحمام تفاجأ بداك القاتل اللي كان مخبي موراه اللي هجم عليه وقتلو حتى هو. ملي وصلت سام عرفت بالحادثه اللي وقعت. واحد شويه هما يبانو ليها دوك البوليس اللي كانوا حاضيين اختها في السبيطار، خرجوا على برا وخلاوها بوحدها ومشات كتجري عند اختها ومعاها ديوي. وملي كانت تارا بوحدها في السبيطار سمعت شي غوات وجلست فوق الكرسي المتحرك باش تشوف شنو كاين تم. ملي خرجت حدا الباب لقات البوليسي مقتول وما عندوش السلاح ديالو، وسمعت الباب تحل والخطوات ديال شي واحد كيتمشى، ودخلت للبيت وتخبات تما. واحد شويه دخل عند هاريتشي وضرباتو، وعلى غفله طلع داك القاتل موراه وهجم عليه وجرحو وريتشي طاح في الارض. تارا شافت هادشي وتخلعت بزاف وهربات، والقاتل كان موراها ولكن كيتمشى بشويه. اتصلت سام بريتشي ولكن القاتل هو اللي رد عليها، وبقات شاده بالهضره باش ما يقتلش اختها. وملي وصلت هي وديوي للسبيطار تيراو في داك القاتل وعتقو تارا، وديوي عاون ريتشي وسام عاونت اختها. والقاتل مره اخرى مشى تهجم على ديوي، وديوي دافع على راسو وضربو بواحد القرطاسه. من بعد طلب منهم ديوي باش يهربوا كاملين حيت غيبقى هنا بوحدو حتى يصفيها لداك القاتل ويتهنى منه. ورجع ديوي ديك البلاصه اللي كان فيها داك القاتل اللي كان سخفان، ويلا وجد الفردي ديالو هي تصل به جيل. والقاتل استغل هاد الفرصه ومشى قتل ديوي. والغد ليه الدنيا تقلبات على قبل داك البوليسي ديوي اللي مات، وجات جيل باش تشوف الجثة ديالو وبقى فيها الحال بزاف وما تيقاتش هادشي اللي وقع عليه. من بعد رجعت سيدني للمدينه ملي سمعت بالموت ديال ديوي اللي كان اعز الاصدقاء ديالها. من بعد مشات سام عند اختها وقرب جوج بهم باش يهربوا من ديك المدينه ويخويوها. وملي كانوا غاديين فحالهم وفي طريقهم تلاقاو مع سيدني وجيل اللي طلبوا منهم باش يعاونوهم باش يشدوا داك القاتل ويقتلوه باش ينتقموا لديو والاخرين اللي ماتوا حتى هما. ولكن سام قالت لها ما بغاتش تدخل راسها في المشاكل وبغات تهرب هي واختها يعيشوا هانيين، ولكن حطت لها الجهاز ديال جي بي اس في الطوموبيل ديالها حيت هي عارفه بلي القاتل بغى يقتل سام واختها. واحد شويه هي تعرف تارا بلي نسات الدواء ديالها في دار امبر وما تقدرش تمشي بلا به. هادشي علاش رجع ريتشارد دار امبر باش يجيبوه. وهنا كنشوفوا امبر اللي دارت الحفله في دارها، وملي هبطات باش تجيب المشروبات لتحت لقات ميندي قدامها، وكل وحده فيهم كتقول الاخرى انت القاتله باش يخلعوا بعضياتهم. وتشاد خاصم مع صاحبته ليف وبغى يتصالح معاها، وصيفطات له لوكاليزاسيون فين كاينه. وملي مشى لتما لقى القاتل موراه وضربه في رجليه وهرب منه، ولكن القاتل لحق عليه وقتله. وريتشر وصل للدار ودخلوا كاملين. وملي دخلوا عند امبر طلبوا منها باش تجيب لهم داك الدواء. من بعد وقفت امبر ديك الحفله وخرجت دوك الضيوف كاملين. وفي هذا الوقت اكتشفت سيدني البلاصه فين وقفت الطوموبيل ديال ريتشر، واتصلت دغيا بسام وقالت لها هزي اختك وخرجي من تما، حيت ديك الدار هي نفس الدار اللي بيلي لوماس وصاحبه قتلوا فيها صحابهم كاملين. وقالت لها بلي شي واحد اللي دار لكم خطه باش تدخلوا لتما وتجمعوا تما كاملين. وميندي كانت كتفرج في التلفازه واحد شويه وهي يهجم عليها القاتل وقتلها. سام سمعت الغوات ومشات لتما. بهاد اللحظه دخلت امبر وتارا واتهموا سام بلي هي اللي قتلات ماندي، واتهمت امبر سام بلي هي اللي قتلات ماندي، وبدا كل واحد فيهم كيشك في الاخر. واحد شويه هي تخرج امبر الفردي وقتلات ليف وقالت لهم بلي هي القاتله. وكانت امبر باغا تقتل سام ولكن تارا ما خلاتهاش. وريتشر خدا سام وهبطوا لكاف، وسام شكات في ريتشر وهداتو بالموس، ولكن هو قال لها بلي هو كيشك بلي تارا هي القاتله الثانيه وهي ما تيقاتلش ومشات عند اختها. وفي هذا الوقت وصلت سيدني وجيل للدار، وخرجت امبر لحدا الباب وطلقت عليهم الرصاص وجات القرطاسه في جيل. وملي دخلت سيدني بقات كضرب في البيبان اللي مسدودين، وسام لقات اختها اللي كانت مربوطه في واحد البلاكار وشكات في اختها حيت ريتشر دخل ليها الوسواس. واحد شويه هو خرج القاتل وتهجم على سيدني وضربوا بجوج بهم وطاحوا من الدرج. وخدات سام الفردي اللي كان مع سيدني وهدتات به القاتل، وجا حداها ريتشر اللي كان مجروح في رجليه. وقف حداها واحد شويه هو يخشي فيها الموس،
وخدم منها الفردي واعترف ليها بلي هو القاتل الثاني، ومشات امبر دخلت جيل من على برا باش يقتلهم كاملين، والقضية غيلصقوها لسام بنت القاتل بيلي لوميس. وتيبان لينا بلي ريتشاردو امبر حمقين وداروا هادشي كامل باش يولي بحال فيلم تعود فيه جميع الاحداث. ومشات امبر باش تجيب تارا من البلاكار باش يقتلهم كاملين، وفي هذه اللحظة هجمت تارا على امبر، وريتشارد كان كيشوف فيهم واستغلت سام هذه اللحظة وهجمت عليه وهربت من تما. وهنا يا سيدني وجيل هجموا على امبر وبقاو كيضربوا معها، في الاخر شعلوا فيها العافية. وريتشارد كيقلب على سام حتى لقاها، وملي لقاها داب زوج بهم وطاحوا في الدروج، وقدرت سام ضربوا بالموس حتى قتلته. فجأة بامبر موراهم اللي كانت باغا تهجم عليهم بالموس، ولكن تارا تيرات فيها بالقرطاس وقتلتها وعتقاتهم في الاخر، ومشات عند اختها تارا باش يعيشوا بجوج بهم وما يتفرقوش مره اخرى ويعيشوا الحياه ديالهم في امان. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا، شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.